طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة المكلا. نبدأها بالعناوين. هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تقف أمام المؤامرة التي تستهدف محافظة شبوة وأبنائها. السلطة المحلية بحضرموت تناقش مع أصحاب الفضيلة العلماء الأوضاع الأخيرة التي شهدتها بعض مدن حضرموت. تدشين الحملة الوقائية للتحصين ضد كورونا بلقاح جونسون بالمكلا. الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع السلال الغذائية على أهالي محافظتي حضرموت وشبوة. استعادة بعض المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة شبوة.